السلام عليكم، مرحبا بكم. درس اليوم الجملة الاسمية. الجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ باسم، مثال: الجو بارد، التلميذ نشيط. تتكون الجملة الاسمية من ركنين اساسيين، هما المبتدأ والخبر، وهما معا مرفوعان. إعراب الجملة الإسمية: الشمس مشرقة. الشمس مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. مشرقة خبر مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. للقاء، لا تنسى الاشتراك في القناة. للقاء وشكرا.